السلام عليكم ورحمة الله. سنلقى عليكم اليوم قصيدة من تأليف حضرة مرزا غلام أحمد الإمام المهدي والمسيح الموعود. يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. يا قلبي اذكر أحمدا عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. بدر منير زاهر في كل وصف حمدا إحسانه يصب القلوب وحسنه يروي الصدى. يا قلبي اذكر أحمدا عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. الظالمون بظلمهم قد كذبوه تمردا والحق لا يسع الورى إنكاره لما بدا. يا قلبي اذكر أحمدا عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. اطلب نظير كماله فستندمن ملددا ما إن رأينا مثله للنائمين مسهدا. يا قلبي اذكر أحمدا عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. نور من الله الذي أحيا العلوم تجددا المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى. يا قلبي اذكر أحمدا عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. يا قلبي اذكر أحمدا عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. جزاكم التكبير. حضرت محمد مصطفى حضرت خاتم الانبیاء اسلام احمدیت غلام احمد کی غلام احمد کی نعرہ تکبیر. برادر یاسین صاحب اینڈ ہز ٹیم جزاکم اللہ تعالی.